الله يخليكم، شكرا، الله يكرمكم. طيب السلام عليكم. اليوم خلونا ندردش شوية عن كمال الأجسام. هو مو كمال الأجسام، الأجسام اللي هي العضلات وبس، أنا أقصد كمال الأشكال بشكل عام. يعني إحنا كلنا بنعذب نفسنا في الدايت. مين بيعمل دايت يا كذابين؟ مين ما بيعمل دايت؟ يا طيب بنعذب نفسنا في الدايت، بنصرف مبالغ مهولة في عمليات السلايد اللي مو راضي يطلع التجميل، أوكي، وبنقضي وقت كثير في الرياضة في الجيم. وعموما يعني الكماليات بالنسبة لنا شيء جدا مهم، يعني يو نيم إت، ميك اب، ساعات، شنط، أشمغة، سيارات. أحيانا بنبالغ شوية، لكن هذا ما يمنع إنه ما يمنع الكماليات برضو مهمة. أنا ماني هنا عشان أقول الكماليات مهمة، لا، كمال الأجسام والأشكال مهم جدا، لكن في حاجة أهم من كمال الأشكال بكثير، وهذا اللي بتكلم عنه اليوم. الأهم من كمال الأجسام هو كمال الأحلام. خلونا نعرف كلمة حلم. طبعا حلم أول شيء يحضر على بالنا هو الشيء اللي بنشوفه وإحنا نايمين. لغويا الحلم كمان تعني الذهن، الدماغ، العقل. اللي يشوف مسلسلات تاريخية تسفيه أحلام أنا سحق لك خذ، هذا الحلم، الذهن. الحلم كمان هو الطموح، طموح الإنسان هو حلمه. أنا مقتنع أنه هذه الأشياء كلها هي مترادفات، لأنها كلها هنا، كلها داخل أدمغتنا. في نقطة يعني ما حد منتبه لها، إحنا مهووسين بالجمال. الواحد لو طلع الصبح والسكسوكة مين موزونة يتنكد، البنت لو شالت الشنطة انكسر ظفرها خبص اليوم. ما عمره أحد قال لنفسه اليوم أنا حاسس دماغي شوية مصدي أبغى ألمع شوية. It never happens. ليش؟ يمكن عشان أحلامنا بالمعاني اللي ذكرتها كلها متخباية جوتنا، ما حد بيشوفها، مهي ظاهرة كأجسامنا. أحلامنا، أذهاننا، طموحاتنا كلها موجودة هنا في بؤرة واحدة، خلونا نسميها مجازا خلايا الخيال. تخيلوا أنه في دماغك في حتة اسمها خلايا الخيال، هي المخيلة، هي هذه البؤرة اللي بتصير فيها كل الخيالات. للأسف إحنا شركتنا اسمها يتخيلون، والناس عادة ما تذكر لهم الخيال على طول الموضوع بالنسبة لهم يفقد جديته، يصير هزل. إيش خيال؟ خيال يعني معناته موزل. أنا اليوم بحاول أثبت أنه العكس، الخيال هو الأساس والحقيقة هي التابع. في نقطة كلكم تتفقوا معايا فيها، كل إنجاز، كل فكرة عرضت، كل حاجة في حياتكم أول ما تبدأ تبدأ في ذهن شخص ما. أي حاجة في حياتك، حتى أنت أعمالك، كل شيء في حياتك يبدأ بفكرة. الفكرة هذه في المخيلة تتطور، تتحول إلى شغف. الإنسان يبدأ يخطط، يبدأ يشتغل، تتحول إلى عمل، مشروع، إنجاز. الإنجاز هذا ممكن يتحول إلى تأثير، التأثير هذا ممكن يوصل لكل مكان. اللمبة هذه فكر في خلايا خياله فيها واحد اسمه توماس أديسون. توماس أديسون بعد ما فكر فيها في خياله اشتغل وتحول إلى تأثير أثر علينا كلنا، كل شخص من العظماء هذول. نيلسون مانديلا كان بيفكر في حلم الديمقراطية والمساواة في ساوث أفريقيا وهو في السجن. ستيف جوبز كان بيفكر في خلايا الخيال حقه في الآيباد والآي ماك والآيفون والآيبود والآي وات إيفر قبل ما احنا حتى نفكر انه ممكن احد يجي يخترعها، ومات والله اعلم في آي وات إيفر في دماغه لسه ما خرجت من خلايا الخيال. اينشتاين في خلايا الخيال عنده طلعت النسبية، طلعت معادلة الانرجي فيرسز ماس، الطاقة والكتلة، عرف انه جزء مادة صغيرة ممكن تطلع طاقة هائلة. القنبلة النووية كانت جوا دماغه في خلايا الخيال قبل ما أحد يدري عنها. باختصار كل شيء في حياتنا يبدأ بخيال، سواء كان اختراع كان في خلايا خيال حق شخص معين، تطورات علمية، أفكار، أعمال أدبية، معزوفات، أكل، أعمال خيال، كل شيء يبدأ في خلايا خيال حق شخص، وهذا الشخص يوصلها لنا. وفي بلاوي في أدمغة العظماء وغير العظماء ما طلعت من حيز الخيال. هذه النقطة أعتقد أنه ما أحد يختلف معايا فيها، بديهية، لكن أعتقد أنه في شيء أهم من كذا بكثير موجود داخل مخيلاتنا. خليني أسألكم سؤال، أين يقع الماضي؟ الماضي ما حصل، أسف
الماضي حصل، الماضي حصل وموجود في ذاكرتنا، منقوش في مخيلاتنا، ما في ماضي الآن إحنا بنحضر، كل موجود في مخيلتك. أين يقع المستقبل؟ المستقبل لسه ما حصل، المستقبل موجود فقط في مخيلاتنا، إحنا بنتخيل إيش اللي بيحصل، بس ما حد يعرف إذا كان حيحصل أو ما حيحصل. طيب السؤال البديهي، أين يقع الحاضر؟ حد يعرف أين يقع الحاضر؟ أنا عشان نعرف أين يقع الحاضر ابتكرت تجربة اسمها تجربة البزبوز. البزبوز هذا يمثل الزمن، الموية اللي لسه جوة الحنفية هذه المستقبل ما حد داري عنها، الموية اللي طلعت من الحنفية هذه الماضي، طلعت انتهت. العبقري اللي دحين حيرفع يده يقول لي لا الحاضر هو القطرة اللي موجودة على فم الحنفية، خطأ، لأن القطرة هذه ممكن أقسمها نصين، نص لسه ما عدى الحنفية ونص عدى الحنفية. إحنا أوقات نقدر نقسمها، كل ساعة تقسم دقائق تقسم ثواني، كل ثانية تقسم لأجزام الثانية، لو قلت لي واحد من زليون جزء من الثانية أقدر أقسم لك هو نصين، نص عدى في الماضي ونص لسه حيعدي في المستقبل. أجل الحاضر يستحيل أن نمسكه، ما في حاجة اسمها حاضر، إحنا كل اللي بنشوفه هذا عبارة عن خيالات، كل شيء بنشوفه خيالات. طيب خلوني خذوني على قد عقلي، اعتبر انه هذا الكلام كله كلام فاضي. اسالكم سؤال ثاني، احد فيكم عمره شاف الشمس؟ واللي شاف الشمس يرفع يده مباشره، وجه ما شاء الله ما حد طلع في يا جماعه مين شاف الشمس؟ يعني شككتكم في مسلماتكم. طيب كلكم غلط، ما حد عمره شاف الشمس. لما الواحد يتفرج على منظر الغروب انت اللي بتشوفه هذا عباره عن تسجيل انتهى من 8 دقائق، الشمس قدها غربت، الدنيا قدها ليل، انت اللي بتشوفه هو الضوء اللي دوب وصل لك بعد 8 دقائق من السفر، دوب وصل. احنا ما عمرنا شفنا حاجه واقعيا، مستحيل انسان يكون شاف شيء بشكل مباشر، عمره ما حصلت. انا الان واقف قدامكم ولا انتم، ما انتم شايفين، انتم شايفين صوره لي في الماضي، ليش؟ لانه الفوتونات انعكست علي، راحت لكم، اخذت وقت عبال ما توصل لكم، اخذت وقت. أنا بسمع صفقاتكم بس أنا عارف إنها في الماضي. شكركم، شكرا إنكم صفقتوا لي قبل جزء من مليار جزء من الثانية. فعبال ما توصل للعين، عبال ما العين توصلها للعصب البصري للمخ يترجمها، توصل المعلومة إنه في آدم اسمه إبراهيم عباس واقف يتكلم، أنا أوريدي ماضي. إحنا ما بنشوف شيء حاضر، ما حد يقدر يمسك الحاضر، كل شيء موجود في مخيلاتنا، كل شيء مسجل ومؤرشف. طيب إذا كان كل حاجة نسمعها عبارة عن ماضي أو كل حاجة نفكر فيها ممكن تكون حاضر، معناته إنه خلايا الخيال هذه هي اللي تحوي حياتنا كلها. أنت عايش في مخيلاتك، إدراكنا ذواتنا حياتنا كلها موجودة في المخيلة. أحيانا نضطر نستخدم حواسنا عشان نسجل بعض الذكريات، بس إدراكك لا، بيصير كلها في المخيلة. خلينا نجرب تجربة ثانية اسمها تجربة الخربز، وأنا متأكد بعض السيدات ما يعرف إيش يعني خربز. من يعرف خربز؟ لا تستحوا، أوه بالله ما شاء الله، لا خربز معناه بيناكولادا، عرفتها رحيل ما شاء الله، تعيك ما تعرف إيش يعني بيناكولادا أصلا. طيب تجربة الخربز تقول إنه تخيل إنه عندك جزيرة استوائية في المالديفز وأنت جالس فيها، تخيلوا معايا في الجزيرة هذه عندك إنفينيتي بول، سامع صوت العصافير، سامع صوت فيروز، في هواء بتغني لك، شايف البحر شو كبير، درجة الحرارة تتراوح بين 25 درجة ونص و25 درجة وثلاث أرباع، الموية بتقول لك تعال أنقز، بس اللي بيمنعك إنه في كوباية بيناكولادا، شكرا، كوباية بيناكولادا مثلجة ريحتها طالعة عليها قطرات الندى، تقربها تشمها تشفط تحس بحبيبات، ما انت عارف هذه حبيبات الثلج ولا حبيبات البنا، تجربة كلنا عشنا التجربة هذه الآن، صح ولا؟ طيب هنا تجي النظرية النسبية تبع إدراك التجربة، في ناس تخيلوا الموقف هذا وابتسموا وضحكوا دحين أكثر من الشخص اللي الآن موجود في المالديفز واخذ كوباية بنا كولادا وشايل هم السكسوكة اللي مو مظبوطة، ولا شايل هم الظفر المكسور، ولا شايل هم المباراة، ولا أصلاً متعود كل مرة بيش فهم ما بيقدر اللحظة. إدراك اللحظة وتقديرها شيء نسبي،
شيء نسبي. التجربة ممكن تكون أنت استمتعت بيها وأنت ما جربتها، وشخص آخر جربها بس ما استمتع بيها. يا جماعة الخير، ألعبوا حديد بخيالكم. خيالك ممكن يصير معضل لدرجة أنه يعيشك أي تجربة إيجابية من غير ما تضطر أنك تعيشها، أو معضل لدرجة أنه يخليك تستمتع بالأشياء اللي تعدي عليك كل يوم، هي رائعة بس أنت بتعود عليها وطفشان منها، تلعب مع بنتك وانت طفشان. لا لا، تستمتع به أكثر. أنا عندي قدوة الحقيقة، شخص يعني بعد ما شفته تغيرت. الناس كثيرة تفرجوا له وضحكوا، أنا تفرجت له من جد. أنا أدعو الجميع إنه اليوم يرجع يشوف الفيديو، مو عشان يضحكوا، مو عشان فتفت شعره والسلطعون الميت والهذا، يشوفوا هذا الإنسان كيف يستمتع بالتجربة، الشغف اللي طلعه الإنسان هذا. لو تحطه في أي حاجة ممتعة حيعلمك كيف تستمتع بها. أنا نفسي أعيش معاه شهر عشان أعيد تجارب استمتاعي. الشخص هذا علمني حاجة، أي تجربة أبغى أخوضها عشان أستمتع بها لازم أتخيل إنه أنا بعيشها لأول مرة في حياتي. أنا بقي لي شوية، خلينا أسرع. طيب، أنا الأول مرة، كل مرة أسمع أغنية فيروز كأني أسمعها أول مرة، كل مرة أجلس مع مين بعاكسة كأننا لسه مخطوبين، كل مرة بجلس بلعب مع مريا وأمالي ألعب معهم كأني ألعب معهم لأول مرة. حوجاً بالنسبة لي هو كتاب عن جني، بالنسبة لي شيء واقعي. ليش؟ لأن تفاعلت معه، أعرف أبوه، أعرف أمه، أعرف إيش صار معه أكثر من شخصية حقيقية، رئيس وزراء بوركينا فاسو، أكثر من بعض أصحابي. الأماكن اللي كتبتها في روايتي عشت فيها أكثر من أماكن موجودة في جدة اللي أنا ما تفاعلت معها. باختصار شديد، إحنا عايشين هنا داخل الماكينة الخيالية العظمى. عندنا ثروة تقدر بمليار خلية عصبية يبغى لها تمرين. دماغنا إذا ما مرناه، خيالنا إذا ما استفدنا منه، ما حنقدر نستمتع بحياتنا. حرام يكون عندك لامبرجيني في دماغك وتروح تقضي مشاويرك بسكليتة. أنا انتهى وقتي. في تكنيكس بستخدمها بيني وبين نفسي كنت حاب أن أشرحها لكم، بس أنا عارف أنه ما حيكفي الوقت، لكن سعيد جدا. اللي ما فهمتوا أنها تصريفة كنت بغشرت يا جماعة. طيب، عندنا لامبرجيني 100 مليار عصب، إيش تقدر تسوي بيها؟ كل العلماء الطبيين يقول لك أنت ما بتستخدم منها ولا حتى 10%. طيب أنت كنت ما بتستخدم البايسبس غير 1%، لما مرنتها صار عندك 300%، أنت عارف تسوي فيهم. ليه بتسوي نفس الشيء في الدماغ؟ أديكم مثال. الدماغ هذا الجبار، في عينين، كل عينة فيها 150 فوتوريسبتيفز، يعني أنت عندك 300 ميجا بكسل بتسجل 24 ساعة. كم هارد ديسك يبغى لها؟ الدماغ بيعمل بروسيسنج لهذا كله. الدماغ أكثر عضو في جسم الإنسان بيحرق، حرام إنه إحنا نركنه ونروح نقضي مشاويرنا بالبسكليتة. خيالاتنا ثروة هائلة بحاجة إلى استثمار. خيالاتنا قوة خارقة بحاجة إلى تمرين. حرام نهتم بشنطة الشانيل وما نهتم بدماغنا. خدشت الشنطة، ما انتهت الحياة. تقلق لما تعيش 30-40 سنة وانت لسه ما استخدمت هذا. كيف تصبح خيالاتنا أجمل وأحلامنا أكمل؟ هذا السؤال أنا ما أقدر أجابه لأحد. أنا ما أقدر أقول لي بلال أنت كيف تصير أجمل. كل واحد يعرف يجمع نفسه، اللي يروح جيم، اللي يلعب العملية، واللي يعمل دايت. أنت تجلس بينك وبين نفسك وتعرف أنك أنت عايش جوة خيالك. خيالك هو كل حياتك وانت تنطنشه، ما عمرك استمتعت به. لكن لما تهتم بجمال جسمك يصير عندك رضا عن شكلك، الناس تقول لك شكلك حلو. لكن لما تهتم بخيالك وجمال عقلك وكماله وتمرنه، تستمتع بحياتك أكثر، تصير زي السلطعون الميت اللي بيفتفت شعره فتفتنا كلنا. هذه بعض التقنيات. باقي لي دقيقتين يا بندر، انا عارف انك دحين قلت لي كمل، حتقول لي انزل. انا هذه تقنيات شخصيه حتكلم عنها بسرعه. انا الحل بالنسبه لي الجيم تبعي اشتري دماغي، ما اشتري بالمستوى بالمصطلح العام، لا، انا دماغي بيني وبينه علاقه خاصه، اتصالحت معاه، قدرته، فهمته، احترمته، حافظت عليه، مرنته، غذيته، دلعته، اهتميت باناقته اكثر من سكسوكتي. يعني على الاقل اهتم بخيالك زي ما انت تهتم بشكلك. اذا كان ادينا نفس الاهتمام احنا نعيش يعني في متعة ما حد يدري عنا. خليك تكون المخ قبل العضلات لو سمحت، دماغك اهم من البايسبس.
هذه بعض التقنيات اللي أنا بمارسها بشكل دوري عشان أمرن نفسي. التعسير الخارق أنا بس حقوله عشان أز تيزر، وبعدين أنتوا مزمزة التفاصيل. نطنط كالأطفال، تطنيش النكد، إدارة الدوبامين. الدوبامين هي المادة اللي يفرزها الدماغ كمحفز، ريورد سيستم، يعني كل ما تسوي حاجة كويسة يدي لك دوبامين يقول لك أنت بطل، دو إت أجين. الخيال الواقع، عيش في خيالك. الحقيقة من كثر ما أنا ضايع بين الخيال والواقع صرت أكتب خيالي كروايات، الناس يسألني هي حقيقة ولا واقع، ولما يسألوني أنا أتردد في الإجابة لأنه تفاعلت معها فعلا أكثر من مواقف حقيقية كثير مرت علي في حياتي أنا. أجين، أنا ماني هنا عشان أقول لكم طنش الواقع، أنا بقول لكم حياتنا هي تجاربنا وخيالاتنا التي نستطيع تجميلها وتمرينها والتحكم بها. أنا هنا عشان، مو عشان أقول لكم لا تعيش الواقع، أنا هنا أدعوكم للاستمتاع بخيالاتكم وتمرينها وتجميلها عشان تعيشوا واقع أحلى وأجمل. أنا مدين لكم، أشكركم وأشكر خيالكم.